أهلا وسهلا فيكم. بدنا نحكي عن النقاط اللي بتفقر إطلالة السيدة، بس خلينا نتفق على شغلي إنه الأناقة أسلوب، it's a style. يعني في يكون عندي بوهيميان ستايل، في أختار أنا ستايل بدية. أشخاص كتير بيسألوني كيف منلاقي ستايل وليش هالشي مهم؟ كتير مهم نعرف إنه لنلاقي ستايل تبعنا. اليوم بالذات رح أحكيكم بس عن نقطتين، ورح أحكي عن نقطتين لستايل ونقطتين بتفقر من إطلالاتنا. وهالنقاط اللي عم بحكي فيها هي بتمشي للرجال وللنساء. أول نقطة لنلاقي ستايل تبعنا هي نرجع للفيديو تبع المورفولوجي، يعني تبع بنية جسمنا. هالشي بيسعفنا كتير لنعرف شو برحلنا، لأنه ما منعود نشتري تياب منا مريحتنا، ما منعود نلبسها ومنتركها بالخزانة. وتاني نقطة كمان نعرف شو اللون اللي بيروح لبشرتنا. ما فيكن تعرفوا قدي بيخفف من إطلالة السيدة أم الرجل لما بيكون مبين الإنسان كأنه مريض، لأنه اللون منه رايح لوشه، منه عطيه رونق. هون كمان بدنا نرجع للأندرتون، نعرف الألوان اللي بتروح لوشنا. هلأ شو اللي بيخفف من إطلالتنا؟ رح نحكي عن أول نقطة. بس لما منحكي بالأناقة يعني هيدا أسلوب البساطة، أسلوب السيدة اللي حابة تكون ليدي. كلمة أنيقة منا مرادف لجميلة أم جميل أبداً. معظم المشاهير كمان لازم نعرف إنه ما خلقوا أنيقين، نشتغل على أناقتنا. بعض الأوقات بتشوفوا شخص من 10 سنين كان مبين أكبر من ما هو اليوم، وبتلاقي قديش صار هلأ أنيق ومرتب وكل الناس معجبة فيه. هون بترجع خيار بالحياة، كل شيء خيار بالحياة. خليني بلش وقول، والصبايا رح يقوموا كلهم علي، بعرف جينز المخزق، ما بعرف مين اخترعه وليش عملوه، ما بعرف. في مخزق وفي مخزق، في فرق. في ممكن يكون يمكن نتفه وبيبقوا من جوا حاطين له هيك مثل خيطان شوي، بس برضو عم جرب زبطها مش عم تزبط. يعني الجينز المخزق منه أنيق. نقطة على السطر، نقطة كتير مهمة. بليز سيدات، على طول وين ما بتروحوا، وين ما بتسافروا، كيف ما بتبرموا، خدوا معكم المكواية. بليز ما بقى مسموح ابدا. بكل فيديوهاتي رح اقول هيدول اشياء صغيره ومنا مكلفه وحلوه، وين ما منروح بتكون معنا، وبتشوفوا على طول انكم لابسين تي شيرت تبعكم، بالعلم انه كثير ناس بتقول انه التي شيرت مش انيقه، مش مزبوط. صار فينا نلبس تي شيرتات لانه دارج، وفي تي شيرتات كثير حلوه. مهم ما نلبس شيء منه مكوي. انا بشكركم، اللي عجبوا الفيديو يعمل لايك، شير، اند سبسكرايب. ثانك يو.